رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج ولا تعسروا، اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ومشاركاتكم، واللي دايما بتكون حلقة وصل بيننا، وخاصة في الشهر الكريم اللي مليان أسئلة ومليانة كمان تواصل. ومعانا أول سؤال من السيدة أم زياد من بني سويف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. ازي حضرتك يا شيخ؟ نعم الحمد لله. حضرتك طيب؟ فضل الحمد لله. معلش استاذن حضرتك، هو انا زوجي كان معاه مبلغ من المال كان شايله في البيت، ما كناش بنطلع عليه زي ما كناش نعرف يعني. واول ما بدأ هو كان بلغ النصاب ولا لا؟ هو كان بلغ. فبعد كده احنا عشان نعرف الميعاد يبقى ثابت بالنسبه لنا قلنا نطلع في رمضان. طيب. وبدأنا كل سنة نطلع في رمضان. يلا توكلنا على الله. جينا السنة دي، السنة اللي فاتت زودت على المبلغ وعملته شهادة في البنك. طيب. الشهادة طبعا ما ينفعش ان انا اكسرها. فالسنة دي المفروض ان احنا المبلغ اللي هيطلع الزكاة عليه كبير، مش الامكانيات دلوقتي مش سامحة ان احنا نطلعه. معايا. انا الربح اللي بيطلع كل شهر بيدخل في مصاريف البيت، يعني مش بندخره. اعمل ايه في المفروض يطلع؟ اقول لحضرتك دلوقتي حال. بصي يا ستي، انت بدل بتصرفي من الريع هذه الشهاده، انت هتطلعي 10% من هذا الريع، مش هتطلعي 2.5% على المبلغ وعلى الريع. وفي نفس الوقت كمان حاجه مهمه قوي، ان انت بتطلعي ال 10% دي كل ما تجيلك، كل ما يجيلك الريع، يعني سواء هيجيلك كل شهر او هيجيلك كل 3 اشهر او هيجيلك كل 6 اشهر او حتى هيجيلك كل سنه، انت هتطلعي امتى؟ اول ما يجيلك الريع بتطلعي 10%. جالك 7000 بتطلعي 700 جنيه كل ما يجيلك الريع ده، وده شيء مهم جدا لازم نعرفه. الامر الثاني، ان انت لما حولتيها الى شهاده لازم نحسب، انت خلاص بقى هو دوت الوعاء الزكوي بتاعك، يبقى هتطلعي 10% من الريع كل ما يجي لك الريع ده. خلاص يا أمو زياد، هو دي الطريقة اللي انت هتطلعي بيها الزكاة عشان انت حطيتيها في شكل شهادة استثمار. معانا مشريف، السيدة مشريف. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم، تفضلي يا فندم. معلش اخد من وقت الحلقة شوية. مش شوية، كتير، احنا على الهوا. معلش. تفضلي. ماشي. دلوقتي انا واخويا متخانقين. طيب. بنته تعبانه نفسيا، فجاي بيقول ان ايه، سال شيخ وكده ان انا عامله لها عمل. طيب. وانا قاعده ما بقومش. يعني انت مريضه ولا ايه؟ ربنا يديك الصحه ويجمع لك بين تمام الاجر والعافيه. طيب. بيعمل فهو بيدعي عليكي، هو بيدعي عليكي ان انت عامله لها عمل، هو بيدعي عليكي ان انت عامله لها عمل، عامله لها عمل بتوقفي توقفيها في الجواز يعني ولا ايه؟ لا، عياط وحاله نفسيه. طيب كويس، يبقى انت، هو بيدعي ده، انت عايزه تسالي بقى ايه حكم ده؟ طيب هو الموضوع خلص اهو. بصي يا ستي، ده الادعاء دوت الافتراء، ده نوع من انواع الظلم، فالكلام دوت ده ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامه، والظلم من الكبائر. بلاش الطريقه دي، بلاش الطريقة دي اللي هو اتهام الناس بالباطل، لأن اتهام الناس بالباطل مش هيغير من الواقع حاجة. والبنت لو كانت عندها أي نوع من أنواع الاضطراب على طول ناخدها ونوديها للدكتور، لأن هو دوت الحل. مش الحل إن احنا نقول إن ده أمر غير طبيعي، وبدل أمر غير طبيعي يبقى نذهب للحاجات الغير طبيعية يبقى فيه سحر. ما هو ده اللي بوظ حياة ناس كتيرة، وتأخر الناس في العلاج لغاية ما الأمور تعقدت تعقدا شديدا. فلذلك نصيحتي لأخو حضرتك أنه يتقي الله سبحانه وتعالى وما يرميش الناس بالباطل، وفي نفس الوقت يروح ويعالج بنته عشان ربنا سبحانه وتعالى يجعله من الذين يرعون أولادهم ويدخلون في رضا الله سبحانه وتعالى برعايتهم لأهلهم. معانا مين؟ الحاج حسين معانا؟ شحاتة حسين. أهلا وسهلا بحاج شحاتة. أهلا بيك يا فندم. تفضل يا فندم. أنا عندي ولد ربنا أكرمني بيه من عنده 7 شهور وأنا كافله. نعم. وعنده دلوقتي 23 سنة. نعم. أنا ربنا أكرمني إن أنا بعمل زكاة المال وهو عامل له حساب في البنك. نعم. أنا بطلع زكاة المال بتاعته ليه؟ بطلعها من جيبي أنا عشان مش عايز يربح.
اجرح له فلوسه يعني. طيب ربنا يديك الصحه ويجعله في ميزان حسناتك وربنا يجعل بس تعالوا ليك. طيب يا سيدي انا مراتي ماتت، انا مراتي ماتت السنه اللي فاتت في فسيح الجنات ان شاء الله يا حاج شحاته. صح ولا غلط؟ طيب اقول لك اجاوب على حضرتك، اجاوب على حضرتك وكانك حضرتك بتسالني يا حاج شحاته ان انت بتدفع زكاه مال ابنك، زكاة مال المكفولك ان انت بتدفع له زكاة المال دي بدلا عنه. لا ده حاجة من البر وحاجة من 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 عظيم من عظيم التولي ومن عظيم العمل الصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى يكتبه ليك بالخير كله. يعني انا لو واحد جه وقال لي انا سأدفع عنك زكاة مالك، هو كده بيهديني بيهبني هذا المال ويدفع عني الزكاة للفقراء. فإذا كنت أنت بتعمل كده فده إن شاء الله يكتب لك في ميزان حسناتك، وإن شاء الله يكتب ليك بإضافة إلى هذه الرعاية وهذه الكفالة التي إن شاء الله تكون مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، كمان يضاف إليك صدقة يربيها لك الله سبحانه وتعالى حتى تصير كالجبال. فده جائز وليس فيه مشكلة. أستاذة دينا من القاهرة. ألو. ألو. السلام عليكم، ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كنت عايز اسال حضرتك القيامة وعمالة اشاهد واقرا قران كتير وكنت بصلي طيب استاذة دينا ممكن حضرتك تكلمينا مرة تانية، وان كنت انا عرفت ان حضرتك بتسالي عن بعض الاحلام غير اللطيفه فاتصلي بينا تاني يا استاذه دينا. وفي العام كده في الكلام العام في لما يكون حد عنده كثير من الاحوال بتجيله حاجات بتكون اقرب الى الكوابيس واقرب الى الاحلام المفزعه، عندنا شويه سنن. السنه الاولى ان احنا نستعد قبل ده، واحنا عندنا شيء مجرب جدا جدا وهي مسألة قراءة الفاتحة، إن نقرأ قبل النوم الفاتحة 7 مرات ونقرأ المعوذتين ونقرأ قل هو الله أحد وناخد كل سنن النوم. الحاجة التانية إن لما يحصل الكابوس ده إن إحنا إذا أفقنا ما نلتفتش إليه ولا نطلب تفسيره وندفن عن يسارنا 3 مرات ثم نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده بهذا الشكل مع عدم الالتفات وعدم محاولة ولا الجري ولا هذه الأحلام إيه اللي حاصل؟ الله سبحانه وتعالى يصلح حالنا إن شاء الله. إذن يا سادة نحن نريد أن نتمسك ويكون عندنا مناعة نفسية ومناعة نورانية، وده مش هيجي غير بالذكر وبعدم الالتفات واليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فاصل ونرجع نكمل معاكم أسئلتكم المباركة. رجعنا لحضراتكم ومعانا الأستاذة هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك فضيلة الشيخ. نعمة وفضل الحمد لله. ربنا يخليك كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام وبهنا. ربنا يخليك. أنا ليا سؤالين حضرتك. اتفضلي. أنا متطلقة ومعايا بنتين. طيب. قاعدة مع والدي ووالدتي في البيت. انا معايا ساريه قراط وسايباه لوالدي بيزرعه. طيب بس في بقى حضرتك حاجه، انا دلوقتي يعني ومعايا 4 خواتم مثلا وحلق. مش عارفه بقى اطلع عليهم ازاي الزكاه مثلا. طيب انت عايزه تكلمي اطلعه؟ طب حضرتك بس ينفع اطلعه لاختي؟ اختي يعني. حاضر اجاوب حضرتك. حاضر. انت والسؤال الثاني. طيب بعد اذن حضرتك. اتفضلي. انا دلوقتي ليا اختي يعني متيسره، هي حالتها كويسه ومتيسره. دي اختك الثانيه غير اختك الاولانيه؟ احنا 5 بنات ومالناش اخوات. ما شاء الله الله اكبر. الله يخليك. ودلوقتي انا يعني ما بتكلمنيش وزعلانه مني
وانا ما بزعلهاش، ما عملت لهاش والله حاجه. طيب انا بالعكس انا بدعي لها والله ربنا يهدي لها لنفسها. فانت بتساليني دلوقتي، ازاي تتعاملي معاها وهي بتتعامل معاكي كده، صح كده؟ انا زعلانه بس ان هي دلوقتي في رمضان وما بتكلمنيش. هقول لك تعملي ايه. حاضر حاضر يا استاذه هبه. السؤال الاولاني، حضرتك بتقولي الخواتم اللي انت لابساها ازاي هتطلعي عليها زكاه؟ ما تطلعيش عليها زكاه، لان الحلي، حلي المراه اللي هي بتلبسه ما يعنيهوش زكاه، ليس من اموال الزكاه، لان دوت من مال من اموال القنيه، زي ما يبقى الواحد معاه التابلت بتاعه، زي معاه اللابتوب، زي معاه عربيته، زي معاه شقته، ده ما بيطلعش عليها الزكاه لان ده من اموال القنيه. الحاجه الثانيه بقى في الارض بقى، الارض دي بنطلع على الريع بتاع الزرع بعده، بعد ما نخصم التكلفه، ونطلع بدل هي بتسقى بالاله، بنطلع 10% من الريع اللي بيطلع ده بعد ما نخصم التكلفه. طب ولو التكلفه خدت يبقى خلاص عليها الزكاه. يبقى ده السؤالين بتاع الاستاذه هبه. اما مساله بقى ازاي تتعامل مع اختك، ببساطه خالص، ان البنات اسهل التعامل معاهم، هم بيرجعوا، لما بيرجعوا بيرجعوا بسرعه. استمر انت في وصالها، واستمر انت في الاحسان اليها، واستمر انت في الاتصال بيها، وان انت تحسني اليها، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ببركه هذه الايام المفترجه ان شاء الله ربنا يكرمها. ولكن اقول لك سر لطيف، ادعي لها في كل سجده من سجدات صلاتك، ده هيشرح صدرها ان شاء الله ويصلح حالها. معانا السيده مسيد. حاجه مسيد. السلام عليكم. عليكم السلام. كده بس انا اتمنى على حضرتك ان حضرتك بس توطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمتي. ماشي ماشي، انا وطيته. تسلمي. بقول لحضرتك. اتفضلي. انا معايا مبلغ من المال. طيب. حطه في البنك في شهاده وديعه. طيب. عشان معايا عريس هجهزه شقته وهجهزه بيه. يا سلام، ربنا يديك الصحه. هو العريس اللي معايا ما شاء الله ولا قوه الا بالله، عنده 25 سنه 26 سنه كده. ما شاء الله. وهو مش راضي يتجوز دلوقتي. بيقول لا، وبصراحة ما بيشتغلش. طيب. مش راضي يتجوز دلوقتي. طيب سؤالك. سؤالي المبلغ ده، أنا سألت كذا شيخ عندنا في البلد بتاعتنا، بقول له عليه زكاة ولا لا، قال لي لا ما عليهوش زكاة، وهو ابن ده متدين شوية ويقول لي لا المبلغ لازم يبقى عليه زكاة. بص يا حاج، الفلوس اللي أنت شايلها عشان هو يتجوز، لو هو فعلا بيتجوز واحنا هناخد الفلوس دي نحطها في جهاز، نحطها في شراء الشقه ولا في شراء العفش ولا في الكلام ده، ساعتها مش هنطلع عليها زكاه. اما وانك انت حطاها لما ربنا يهديه وصدره يتشرح للجواز، ولما يحب يتجوز ونفسه تروح للجواز، لا ده احنا سايبين الفلوس دي زي اي فلوس تانيه، فالفلوس دي هيطلع عليها زكاه. وإذا كنا بننفق من الأموال بتاعتها لأن هي وديعة، نطلع 10% من الريع، كل ما الريع يجينا نطلع 10% منه، كل ما الريع يجينا نطلع 10% منه. خلاص يا حاجة. مين؟ أستاذة روان من القاهرة، تتفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة يا فندم. بقول لحضرتك على حاجة يا سيدنا الشيخ. دلوقتي أنت في مرة في سؤال في الحلقة بالنسبة لي، أنا كنت والدة مرت، والموضوع ده كان من 18 سنة، وكنت والدة وقالوا لي في رمضان لازم لما تتم 40 يوم تصومي بعد كده. شفت في الحلقة بتاعت حضرتك قلت لا، لو أنا قلت كده. لو وقف، أنا ما كانش عندي خلفية بالموضوع ده، ومال وللأسف أنا ما صمتش ولا حاجة ولا حاجة. اتفضلي. انا كبرت في السن كمان، يعني انا حضرتك حاجه و 50 سنه، فانا دلوقتي يعني انا ممكن اطلع عليه الفلوس ولا لو انا صمت الستة بتوع الشوال ده يغني عن ده؟ حاضر. انا ما اعتقد هو مش هيغني لان دي حاجه نوافل. هو حضرتك يا ست روان جاي بتجاوبي، بتسالي وبتجاوبي، يعني انت انا مش عايزه ابين جهلي لحضرتك. يعني انت داخله السؤال باسمين. لا فخلينا جاوب، خلينا جاوب على حضرتك. جاوب على حضرتك. اولا 50 سنه ده مش كبير، ولا الناس عند بدل انت عندك صحه تصومي صومي. بتساليني بقى لو انا صمت الستة البيض، هل دول يغنوا عن الست ايام اللي انا افطرتهم زمان في رمضان، او عن الايام اللي انا كنت افطرتها في رمضان لما كنت حامل؟ يغني، ويتكتب لي كمان ثواب الستة من شوال. احنا بنفتي بده.
ان انت لو صمت لو المرأة صامت القضاء اللي عليها في شوال يقع لها الثواب، لان ايه اللي حصل؟ هي فعلت ما قاله حضرة النبي، من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال فكأنما صامت ظهر كله، فخلاص هي عملت اللي قاله حضرة النبي. وربنا رزقه واسع وفضله واسع سبحانه وتعالى، ولذلك يغني لو انك انت قضيتي في ستة في شوال ان شاء الله يقع لك الثواب ان شاء الله.